مين حبيب بابا؟ ميتو. مين روح بابا؟ ميتو. ربنا يبارك لك يا ميتو. نور يا معلم. عامل ايه يا واد؟ بقوله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنور؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامة اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدق القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا واد؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطة؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ مية مية. أنا أهم حاجة عندي الميزان والدقة في الميزان. يا رجالة لازم تفهموا إن سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المرة الجاية عايزة 28، عايزين نكسب. ها؟ أوامرك يا معلم. يا أبويا، أنا كل يوم أتعلم منك حاجة جديدة. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشة 30 40 قطة. لا، أنا عايز أفهمك حاجة. الحنية في الشغل تطول العمر وتكسب. القسوة تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبة دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي. نقصها 10 سنتي. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده، عايز اقول لك نصيحة. افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك. خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ انا عايز ادب ايدي، ايدي توجعني. ايه الرهرطة دي؟ انشف بقى. يا انا عايزك عود خرزان. اسمع، نصيحة تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك. طول حياتك اوعى تآمن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا قط. انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افندي مرشد للحكومة وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ شفت النسيبة؟ شفت الوكسة اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي يعني ايه؟ يا بابا ده اي كده اي كده اي حنام حنام حنام. ايه انت فاهم حاجة قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المالح. خلي يا عم وقسع. خلاص، انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي اشويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا. بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده وي كده وي كده وي كده وهو راح كده وي كده وي حاجه. حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي، قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا. يلا يلا يا خاين. اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله ينور يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. تعالى يا ياض. ياض عايز امسك عظمه. الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت يا ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل اهو يابا. تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجه ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا. فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني يا واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا. حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتغير. طبعا يابا. حط عمتك عنايات بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت يا واد، يا واد كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. يا واد مش عارف اقفل ايدي عليك. الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ بقى انا بقالي ساعه عمال اديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيت. اطلع من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه. ابن الهايفه ده ما تشتغل يا